موضوعنا اليوم عن النخلة. النخلة موضوعها طويل، يعني تحتاج إلى برنامج من حلقات، لكن إحنا راح نركز على مفهوم واحد من خلال ضيف حلقة اليوم. دائما إحنا نردد كعمانيين أنه النخلة مفيدة من ساسها لرأسها. ليش هي مفيدة هالكثر؟ هذا هو الموضوع اللي راح نطرحه في حلقة اليوم. ودائما احنا لقاءاتنا مع شيابنا الذين خبروا هذه البيئة، هم أبناء هذه البيئة، وهم اللي اليوم يسلمون هذه الأمانة، يسلموها لأولادهم لأحفادهم ليتعرفوا على قصصهم، قصص النجاح التي سيتركونها لأبنائهم وأحفادهم. اليوم احنا في ضيافة الشيخ عمر بن محمد بن عمر البطاشي، وهو اللي راح يحدثنا عن النخلة تحديدا. شيخ عمر. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله سيد خير. خير نعمت الله. ساك منعم. ما نشكل أستاذ. يا مرحبا. الله يبقيك. حياك الله. يا مرحبا. شرفتونا. شرفتونا ولاية دمواطايين. الله يشرف مقدارك. يا الله يبقيك. يعني احنا اخترنا هالحلقة في الطايين. نعم. لبعض الأسباب اللي ذكرتها. نعم. مثل يعني طول فترة. نعم. القيض. نعم. اللي فعلا تمتد لستة أو سبعة أشهر. نعم. تقريبا. نعم. وإذا بغينا نتكلم عن النخلة ما بنحصيها. نعم صح. بس أنا أتمنى الحديث وياك اليوم على أساس مثل ما تقول نعطي الإجابة. نعم. على السؤال اللي يقول ليش هي مفيدة. نعم. من عروقها ركدك لرأس الأنفوس. صحيح. نعم. من بدايتها إلى نهايتها. نعم. 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 مهما عمرت من معنى سنين وغيره وغيره، أي شيء أي حاجة فيها مفيدة. نعم. معنى. طيب شيخ عمر، يعني من وجهة نظرك أنت. نعم. ليش الإنسان العماني لهالدرجة متمسك بالنخلة؟ نعم. حتى اليوم اللي فيه بدائل كثيرة. صحيح. إذا على الأكل، الأكل كثير والحمد لله الخير فاضل. الحمد لله. لكن ليش هذا التمسك بالنخلة؟ النخلة من قديم الزمن، معنى طبعا أن العمانيين تعايشوا معها ومصدر رزق وفي غذاء، معنى معروف لا جدال عليه تمام، وخاصة في مثل ولايتنا هذه اللي راح نتكلم عن ولاية دمى والطايين. نعم. أن القيض يبدي من آخر أربعة أو نص أربعة. نعم. إلى شهر 11. إلى شهر 11. إلى شهر 11. يعني تقريبا من أواخر شتاء العام الماضي إلى أوائل الشتاء كذلك القادم. وفي بعض الأوقات معنى تبين الأثمار حال العام القادم، وبعد شيء من خيد ما محصودة. بعدها ما محصودة باقية. نعم. مثل هذه خصابة. هذه بعدها ما بيصير البر، ما تتقيض هذه. يعني الموسم يلاقي الموسم. الموسم يلاقي الموسم. نعم. هذه ما تتقيض. نعم. هذا معنى هذا البرني. هذا نعم. بعد معنى بعد رمضان في شهر شوال يحصد. نعم. تمام. إذا نتمشى أنا وياك في المكان. طيب. تفضل. ونسولف شوي عن النخلة ونعطي بعض الأمثلة. نعم. للي ما يعرف. نعم. يعني أنا أقول إن العمانيين كلهم يعرفون. صحيح. نعم. لكن للي ما يعرف والمشاهدين خارج. نعم. خارج عمان. نعم. بالنسبة للأنواع. نعم. شيخ عمر. نعم. أنواع النخيل. نعم. إحنا نسمع أسماء كثيرة جدا. نعم. لو بغينا مثلا نقول باختصار تقريبا. نعم. كم صنف النخيل في عمان؟ كثيرة. مع 40 50 تقريبا كما أكثر. هي. والأشهر طبعا المعروفة. الأشهر معروفة. بدءا من النغال. نعم. الأخلاص. كذا خلاص صغيرة تسمع. والنخلة حقيقة معنى ما تقيم بقيمة، معنى الآن صبحت خاصة في الزمان هذا ومن قديم الزمان. نعم. معنى فسيلة الخلاص. كان في وزارة الزراعة معنى طلبت فسائل. وكان عندنا أحد من الأولى وقالنا أنا عندي 100 فسيلة. نعم. لكن عن 100 ريال ما تنزل عنها. قال كيف؟ قلنا أنا فلما أغرسها حالي وأولادي وأحفادي ومن بعدهم. نعم. أقول لو أستحب أعطيها تصبح تتكاثر. نعم. فمعنا في الولاية أو خارج الولاية. نعم. بدل ما أبيعها معنا. نعم. طبعا الأجر
معنى عند الله تعالى معنى أوسع يكون فلما صح. الإنسان صح. معنى يعطيها الفسيلة هذه نعم. معنى الإنسان سواء قريب ولا بعيد معنى العمانيين تعودوا يتهادوا نعم يهديك التبشرة أيوة كذلك صحيح ويهديك التمر نقص أو التمر وخاصة معنى الأنواع في أنواع جيدة نعم وفي فرق بين ولاية وولاية وبين بلاد وبلاد نعم معنى جودة معنى التمور أيوة معنى تختلف في معنى بين الجودة في التمور تختلف مثل ما سألت لك سعد ذكرت لك نعم. طين أيضا كلها لكن خاصة هنا معنى خاصة هذا مثل برني البونارينجا هذا طبعا إني معنى حقيقة أصناف مشهورة نعم. مرة ما يحتاج حتى يعني هنا مثلا إيش أهم الأصناف اللي موجودة في الطاين الأصناف موجودة في الطاين مثل بونارينجا بونارينجا والبرني والخلاص ومعنى وفي كثير من ما في شيء منه ما موجود في المعنى مسمى موجود هنا نعم. معنى من أجل وجيت عدة عاد لأن ما تحضرني الذاكرة ولا كثير من الأصناف صحيح كثيرة كثير من الأصناف نعم. ومعظمها من الولاية نادرا بدا يجيبوا معنى نعم. فسائل شتائل من برا نعم. لكن معظمها من الولاية نعم وبعضها يمكن الاسم يختلف من نعم. منطقة لمنطقة لكن هي نفس النخلة هي نفس النخلة نعم ونفس الفصيل لكن بس عاد يختلف معنى نعم. التسميات تختلف نعم معنى لكن هو نعم. نفس مهما كان معنى طبعا يختلف الاسماء بس نعم مثل ما تكرمت فيه مثل ما يقول نعم. تختلف طيب. الاسماء نعم طيب شيخ عمر أباك تختار لي واحدة من النخيل نعم. نوقف عندها نعم ونفصلها نعم كما تقول من العروق الى 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 الزور نعم تفضل نختار واحدة نعم ونشوفها مع بعض مع ان شاء الله ان شاء الله تفضل يعني احنا لازمنا نستعرض النخلة واجزائها وفوائدها شيخ عمر نعم تفضل مثل الحين هذه مثلا مثال هذه نعم نعم النخلة نعم الكرب هذا كان يستعمل للطهي هذا وقود اي وقود نعم هذه مجرى حال الطبخ حال الطبخ نعم جميع انواع الليف هذا معنى حال عده حال الحبال حال حبال معنى حال حبال حال حتى حال مثل الهيس معنى يقول معنى بدانه حبال معنى يجرن الهيس كذا معنى كل حبال ليف نعم والمزافن مال دعون حبال الليف نعم عصمان مال السميم وغيرهن والقفر وجميع انواعها حبل الطلوع حبل الطلوع والميراد مثل هذه النخلة معمرة في الجو نعم يطلع معنا ما يحصدها ويعقها في الأرض خلاص ضاعت قلتها نعم لكن لا يهبطها بميراد نعم ومن ميراد من ايش؟ من حتى من الخوص هذا أيوة يدق ويسوى حبل نعم والعسو ايضا كذلك يسوى حبل هي الحبال غالبا من الليف ومن الخوص ومن الخوص نعم الزور نعم ايش يسوى من الزور يستعمل لعده مثل او الدعون لان الطلال هذا مال النضاد مثل ما خبرتك نعم. معنى يخلى فوق التمور نعم حتى ينصهر العسل منه على الطلال وبعدين في عادي يطرح فيه أواني كبيرة كذا هذا في حالة يستخرج الدبس يستخرج الدبس كذاك الخوص من معنى أولا قبل معنى تعرف زمان ذيك اليوم معنى يستعمل يسوي سميم تجلس فوق السماء ما تحس إن فيها سرد وسطه مريحة جدا هذا. جدا حصير معنى أيوة. وبجميع أنواع كبار ثاني ناهيك عاد عن الجداد مثل إنسان ثري عنده أموال نعم. يسوي سمة كبيرة حال الاستمر حال البسار حال غير تمام معنى حال معنى الخوص هذا معنى بونا ما يستثنى حاجة نعم. منه كله معنى يكون معنى نافع الزورة الخضراء مفيدة والزورة اليابسة مفيدة الزورة والشوكة مفيدة كل شيء مفيد كل شيء مفيد سبحان الله وإن شاء الله الله تعالى يكرم النخل على مر العصور تبقى إن شاء الله يكون محفوظة كرامتها عند الإنسان حتى يكون إنها معنى ما تهمل يكون يا رب. من أجل مصدر رزق وفعلا شيء معروف هذا هذه شجرة مباركة شجرة نعم. مباركة نعم. نعم إحنا أعرف أن ما رح نحصي اللي نريده نعم لكن جالسين نعطي أمثلة كذلك صحيح نعم. نعم. لحنا لقينا نتكلم عن النخلة ساعة وساعتين ما سدنا ما نخلص عن فوائدها فوائدها من أجل فوائدها معنى عامة نعم
معنا فوائدها عامة، احنا تعايشنا معها النخلة هذه من زمن الآباء والأجداد، وعلى كل حال أنها طبعا معنا هي في غنى عن التعريف معروفة. الحياة الاجتماعية يعني ناس تشتغل مثل ما تقول مختلف الوظائف والسبة النخلة. صح. البيدار واللي يسف واللي يرد الفلج. صحيح. واللي كل حد الله تعالى جعل له مصدر رزق. نعم. من معنا وأيضا لكن على رأس مسمى النخلة. نعم. نعم. على رأس النخلة فلما يكون أنا بيدار عند أستاذ محمد معنا وقت لأن الترسيل. نعم. أقول معنا يقول لي اطنيني إياها العضو خله. معنى أقول لك أنا لا ما أطنيهن، أنا وحدة بس تنفع منهن. نعم. معنى أعرف أني فلما أحصدهن ومسمى معنى أحصل فائدة أكثر. صح. أنت تعطيني مثل معنى كذا. نعم. لكن عاد ما مثل أبو الإنسان. نعم. لكن التعبان. نعم. فيه. نعم. معنى والتمور وغير هذا. نعم. هذا كله حقيقة أشياء نافعة معروفة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نتمشى بعدنا. تفضل. المكان طيب. تفضل تفضل تفضل. يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو لكان عصرنا العصي ذاك النهار تمر مع ولدنا من يشال الناس معك الحين هناك يبو بدله سيما كمزاري ابو محمد يعني مانات صفحه بوله كلهم مستعجبين ذا السياره يا سياره ما غريبه اتفاق العصري ما في رمي لا في رمي يقولوا لا اتفاق برزه ومعلم لا في رمي لا في رمي يعني ملاحظ انه بين النخله والنخله لابد ما تترك مسافه كافيه. نعم. هو من ايش المسافه المثاليه يعني انه لانه قال يوم يضبوهن فوق بعض يضرهن يعني. هو يقول معنى ترى حكمه معروفه مع العمانيين. يقول باعد وجد. وقارب ولد. باعد وجد. ايوه وقارب ولد اذا قاربت تلد الزور بس. صح. معنى الثمارة تكون ما ضعيفة. ضعيفة. ضعيفة لكن فلما تكون مسافة طبعا تكون للتهوية والشمس والهواء وغيره وهذا من عدة العوامل حنخلة. صح. لكن هنا تعرف شحاحة الأعراض في الولاية دي من هذا الجهة يبالها شوية قناعة يعني قناعة. يعني المكان اللي يوسع 10 نخيل ما تسوي فيه 20. نعم لكن شيء عندهم معنى مسمى عندهم مثل هذه النخلة مثل كانت نخلة مثلها مرتين هي. وتكون هذه المرة الثانية والثالثة بعد أعد صغر منها عبارة كلهم في موقع واحد. أيوة. معنى ما يضبن بعضهم بعض. معنى هذيك مرتفعة والثانية شوية أقل منها والثالثة عبارة أقل منها. تسمع. ما يقربوهن على بعضهم بعض يكون في مسافة شوية. هذا قلت شاحة الأراضي. مثل ما يسمى توسع راسي هذا. وهذا السجال. هذا السجال. نعم. هذا السجال. هذا كان الضاحية هذه كلها نخيل كلها مبسلي. وكل معنى فلما مالت نخلة هذيك اليوم معنى في أيادي عمانية شاطرة معنى يسوي السجل هذا تمام. طبعا بعد لما هذا يسوى إذا النخلة مالت مالت إلى إذا النخلة مالت. نعم. معنى نعم إذا النخلة مالت معنى يقصوا لها نخلة معنى بدل ما مسمى يقصوها نخلة ويقحفوا السجال هذا. نعم. وعاد يجيوا فينا عدة ناس وطبعا يسجلوا. متى يستغنى عن النخلة؟ يستغنى فلما عاد يأيس منها صاحبها أنها عاد لا ما تعطي عاد ما تعطي أو مالت ميول عاد معنى الآية للسقوط. في تقديرك كم سنة تعيش النخلة؟ يعيش وايد كان هنا خصايب في الأرض ذي معنى احنا معنى مسمى عاد شياب يذاكروهن ومعنى معنى احجام ذاك معنى تعيش وايد 60 70 اكثر اكثر توصل 100 توصل 100 النخله الواحده توصل. نعم. ما لقيت ابو غاسين بيدينا انا عاد عمري 63 معنى انا مثل يعرب والدي الصغير هذا. نعم. معنى فاسن معنى عاد كبير ما شاء الله. نعم. انا حيد هذا ما مسؤول حيدة ما مفسولة ولا حيدة ما مفسولة كان حال واحد من الأخوان اسمه محمد بن عزة يوم يفصل عاد إحنا كبار. نعم. ليش بعضهن محطوط عليهن هذا الحصى؟ الحصى هذا عبارة يقولوا هذه دكانة معنى فلما تكون معنى الجذور وقت الأمطار وغيره معنى
تستنفع منه ذا من التراب هذاك تستنفع منه والتغذى عليه وقت الأمطار وحتى من يوم الساقي وغيره. هذا إذا العروق ظاهرات. إذا العروق ظاهرات. نعم. وفي بعضها في يقلعوا من تحت الفسائل وتبقى ما يقولك. نعم. معنى يخاف عليها عن يخاف عليها. عن الطيح ويسويونها معنى الدكان. أيوة. يقلعوها دكان. تقريبا نفس فائدة السجال زائد ال. كذلك. لكن عادة أمن. نعم. هذا عاد أمن. آمن نعم. عاد أمن. إن هذا عاد يحتضنها النخلة وعاد كما يقول ذلك. هذا كله. هذاك فلما تكون أمطار ولا عواصف ولا طيح لكن هذا لا. والنخلة إذا طاحت ما معنى ذلك إن انتهت. نعم. لأن بتجذع. نعم صح. تجذع ما معنى أبدا ما معنى ما حاجة تروح بدون ما شيء فائدة فيها. إيش تتذكر شيخ عمر من مثلا لما يجذعوا النخلة. نعم. هذا الجذوع وين يروحن؟ يعني إيش الأشياء اللي يستفاد منها؟ الأشياء أولا قبل الحال يدموا بهن معن من البنيان. البنيان تحت السقف. تحت السقف. نعم. معنا ويعمرن. نعم. خاصة إذا كان نخلة عاقدة في أصناف مثل معنا مثل بنارينجا مثل المهلبي وهذا معنا ذا مرة تقول هذا أبيام حديد. يعني الجذوع ما واحدة. لا ما واحدة. جودة الجذع على جودة النخلة. على جودة النخلة. نعم. معنى في نخيل فلما يجي يقصوها معنى ما من سهل قصها. نعم. قوية. نعم. وفي مثل البرني مثل الخنزة هذا ما في قوة. نعم. ويؤخذ حتى الليف. الليف هذاك من معنى لعدة أصناف. للحبال. للحبال جميع أنواعها. وللوقود. وللوقود. نعم. معنى ما للوقود معنى الليف خاصة الحبال هذيك اليوم على حسب مزمار كله على النخلة. نعم. معنى هذا الأشياء المستوردة للآن صبحت مزمار بس ولا كان مثل ما خبرني حتى العضوق هذا اللي لما تجد النخلة. نعم. العسو هذاك. أيه. أصحاب الحمار الله يعزكم يشلوا البنادر. نعم. ويبيع هناك يبيعوهن. نعم. الحمول على الحمار خرسوهن. ويدقون يقول بملكد معنا مال خشب. نعم. في حريم المسنات وكذا. نعم. ويقول دنا حال 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 حبال حال مزافن حال غير من العضق. هي هو ذاك العضق. هي وفي من الشماريخ. من الشماريخ. والعسقة هذيك هي. معنا في كانوا ناس صناعين معنا حال السف مثل السف هذا بين السوبر هي. معنى يشرح يسوي شرايح هذيك العصقة ما أبدا ما عقوا حاجة من هنا للحلقة للدائرة. أيوة مثل المخل مثل السف هذا معنى الكرمة. نعم. معنى من هذاك. نعم. ما مستحيل ما يعق شيء من النخلة أبدا. يعني أنا أتخيل أن نخلة مثل ما تقول طاحت من الريح ومن غيرها. نعم. كم الفوائد اللي بتطلع من هذه النخلة اللي أصلا استغني عنها ما تنقص. نعم. الجذوع مثل ما تفضلت للبنيان المطاعم الله يعزك ومردة الفلج. ايوه مثل ما المطاعم حال الابقار الله يعزك معنى يسوى مثل الحوض كذا. نعم. معنى في العلف وفي الماء وفي كل شيء يسوى فيه معنى من هذاك وهذا مثل الجذوع يرد معنى حال الفلج. نعم. وعدة اشياء معنى عدة اشياء معنى النخلة هذه ثانيا معنى في حتى كيف والسجال تلقاها تقحفوها معنى سجلوا بها النخلة حية بدل ما تسقط النخلة ذيك وذاك معنى قصولها هي ذيك وحتى لو السجال هذا وحده انتهى عمره وطاح. نعم. نعم. بعد لا بيستغل بعد شيء بعد معنى هذا معنى مثل يحرق لكن الأرض ويحرق فيها ما تسو فيها الزراعة لكن الرميد سويت حال الزراعة معنى في معنى يقول لك هالبصل الرماد هذا لما يسوي حال بصل يخش حامة واحدة من الرأس الذي تيب السقف بس ما شاء الله. واللي تم سنة وكأنه نارجيل إذا مسمود برماد النخلة. مسمود برماد النخلة. نعم. أربعة ومئتين ونص. هيا هاي. هذه ريبة. ريبة. هاي تجهيز للفسيلة للصربة. أيوة. معنى عاد تغرس هنا. أيه. وطبعا عاد الري يعني لازم تعطى حفرة كافية واسعة. كافية. على حسب طبيعة الأرض. هذا ما أقول لك إني معنى ما يبيع دبة هنا. بسبب إن شحاحة الأرض. نعم. لكن معنى طبعا يثمروا. أيوة. معنى ما مثل بلدان مدن تعرف شوية.
كي أرض واسعة ولا هنا لكن بقدر الأراضي ذلا وقدر مقدي لا بس نافع ثم هذا يعطي ثمرة. يعني طريقة الإكثار التقليدية هي أنك أنت تأخذ الصرم من أمه. أيوة من أمه. إنزين. نعم. ومعنى مثل من أمه. ولكن تعرف تختار الموقع إيش في الذي فسلهنا من أجل ما كل نخيل تكون مناسبة في بعض في أي مكان. أي مكان. كيف يعني؟ هذه فسلة نشوفها بس. هذه واحدة. هذه ما تكون عبارة كقريبة من بعضها ما فيها فايدة. هذه إيش؟ الآن. هذه ما إيش من نخيل؟ ما أعرف هذه. ما أعرفها من نخيل إيش هذه صغيرة بعدها. ولا ذا خنيزي هذا برني. هذا برني. نعم. هذا خنيزي. هذا مشهورة في الدار هذه البرني. أي البرني مشهورة. هي. زين. يعني هذيك الحفرة نعم. للتجهيز. نعم. لمثل هذه الصرمة. مثل هذه الصرمة. نعم. وهذه طريقة التقليدية فعلا. نعم كذلك. أنك تكثرها من الصرم اللي تأخذه من النخلة نفسها. نعم. طبعا اليوم في أمور تغيرت، اليوم في الزراعة النسيجية. صحيح كذلك. تأخذ من الجذب. من كذلك من معنى خاصة، معنى هذا مال في مزرعة جماح وغير الجبل. نعم. هذا فلما نشوفه نستحقر نقول هذا إيش. نحن معنا الصرم وخلاص ما شاء الله ما نقلعها من تحت ماء الا من تثمر. نعم معنا لكن بعدها سبحان الله. لا هذا الصرم هذا بيجيب من هو هذا الذي تشير لي هذا يبقى مكان فسيح مكان واسع. نعم لكن هذا لا. نعم هو ميزته انه مقاوم للامراض هذا كذلك. نعم. نعم. ترى انت عاد اشياء ترى في عاد معنا في مناعه عنده ما مثل صح. هذا هذا لا تبقى عاد ما يقول ذاك هي عاد انت ونصيبك ولا ذاك عاشت ولا استثارت. وما بالضروره انه يكون يعني اللي بوصل له انه بعض النخيل وبعض الاصناف ممكن مثلا نوع من النخيل ما كان موجود مثلا في الطاين قبل سنوات. نعم اليوم صار موجود. موجود. وممكن من الطاين تأخذ نخلة. نعم. ما موجودة في ولاية أخرى. صحيح. وتبدأ تكثر هناك. بلا شك. يعني التكاثر هذا عن طريق وزارة الزراعة طبعا هذا شيء معروف ومألوف. يعني مثل ما الناس تعتزي بمثلا بالبوش. نعم. والبعران وكذا. نعم. وتعتزي بالخيول. نعم. تعتزي بالنخلة تعتز بها وتعرف أصنافها وتاريخها وهذه من وين جاية كذلك كذلك وما عينك على مثل حجم يمكن تسوي كثر الزور وكذا لكن عاد ثمارة لا في الحدود وشيء منها لا شيء منها تعطي ثمارة بشكل صح. احنا لاحظنا بعض النخيل يمكن يعني من الأسفل ضعيفة. نعم. من الساق أو نعم. من الجوس نعم. لكن فوق ثمرة راهية صحيح ثمرة زينة صحيح. في صناعات خصية. نعم. يعني مثل ما نشوف هذه الأشياء. نعم. إحنا كنا نتكلم عن الليف. نعم. نعم. نعم صحيح. هذه جديدة ولا قديمة؟ الذي يعني هل كانت الذي كان تصنع من قديم. من أول هذه. من أول. إيش تسمى؟ تسمى عنكدية. 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 هذه حال إيش؟ هذه حال صيادة الأسماك في الأودية هذه. ها. يعني السمك من هنا يدخل هناك وما يقدر يطلع خلاص ما يعرف يطلع هذه مثل فكرة القرقور في صحيح عاد تربط من هنا ايوه معنى لما عاد سواء ترسى ولا اقل بعدين شلوها بطلوا ايوه عاد سكبه في قفير ولا في معون كذا انتم اثر احنا طبيعة البحر ما شاء الله طبيعة الوادي صحيح صحيح انا اول مرة اشوفها بصراحة هذا من العسو هذا من العسو هذا نعم هذا من العسو هو اسال واحد اقول له بكم جايب لها واحد قال ب 10 ريال قال لي ب 10 ريال قال هي ب 10 ريال يقول تبوق عليها يقول تبوق صح تبوق وحبل الطلوع نعم. او الحبل الصوع ايوه هذا لطلوع النخلة كذلك هذا الليف طبيعي هذا الليف هذا الليف نعم هذا الليف معروف
وطبعا هذه يعني هذا العزاف. نعم هذا عزاف هذا عده على عده انواع. نعم معنى هذا لم يشان مثل مال لحم او مال تمر وغيره. أيه. لكن في هذا يصنع من القلوب مال النخل يأبي مثل دهداشتك. أيه. معنى حتى مثل انسان ولا حسب زمانهم ذيك مثل الصرب يجابن من برا ماشي منهن. نعم. وجمل البحرين وغيره معنى كان معنى كلها صناعة. نعم. محلية. نعم. معنى في سمة ما شاء الله كبيرة كذا يجلسوا فيها الناس وتكون طبعا نظيفة. ثانيا عزاف حل طعام. نعم. عزاف حل طعام. أيه. في أربعة عصمان. نعم. في كل زاوية عصام اللي هو اليوم الصماط يمكن مع لكن مثل أيوة مثل. نعم. الصماط. نعم. وعادي معنى تم سنوات معنى يستعمل. نعم. يغسلوه إذا كان في مثل منك. أيه. في حاجة كذا لكن يبقى زمان يعني على حسب زمانهم. ما كل الناس تيالهم يقدر يأخذ صينية ويأخذ غير معنى لكن اليوم الحمد لله كل شيء توفر وكل شيء يعني ما أدري إذا أنا غلط صحح لي الشيخ. نعم طبعا. الحين هذا ظرف. نعم. ما كذلك؟ نعم. اللي بينوضع فيه التمر داخل. نعم. في هذه الحالة لا زال جديد اسمه ظرف. نعم. من استوى فيه التمر. نعم. استوى إيش؟ قراب. قراب صح. ومن تخلصه من التمر وما عاد تنفع حد يقول خصفه. ستخصفه. أيوة معنى. نعم. هذا خصفه. ثانيا معنى مثل هذا في حال التمر بيكون اللي فتحة من هنا. أي. فلما ترسوا. أيه. يدخل معنا بحطابه ولا بيدك. أيه. حتى يكون يمتلي المكان. يمتلي المكان ذاك. نعم. وخلاف عادي شكة من هناك. لكن يكون مليان يعني. والصغيرة ضميدة. ضميدة وأصغر منها سعنة قالبها. سعنة. سعنة أيوة. نعم. هذا للزاد للسفر. للسفر ومعنا فيها مثل هديوهن. نعم. مثل السعنة هذا حتى أول سوين مثل الحريم روحوا صح زوجها. وفضل صح تسوي سعنتين ولا ثلاث ولا أربع يقعد راعي الحمار ويشتريهن عندها. نعم. يشيلهن عاد مثل البنادر. يبيع هو عاد إنه بيستفيد منهن. نعم. إذا كان واخذهم بكذا يستفيد منهن طبعا. نعم. الكلام جميل. نعم. والكلام فيه تفاصيل كثيرة مثل إزاي. ما قلنا احنا في البدايات. نعم. انه يعني لو بغينا نتكلم عن النخلة ونعطيها حقها. نعم. يحتاج لها حلقات كذلك. ما حلقة وثنتين يحتاج لها مسلسل إلى من وقت. حلقات إلى وقت إلى وقت. نعم. وبعد قد يكون اني معنى نوفيها حقها وما نوفيها في صح. سياق كلامنا من اجل في اشياء قد يكون صح. معنى ننساها. احنا عموما في هذه الحلقة يمكن قدمنا بس فكرة سريعة ونماذج. نعم. وتخطينا اشياء كثيرة ما طريناها. جزاكم الله. هذا بس عشان نوصل رسالة لأولادنا لأحفادنا. هذا كل حال. احنا استلمنا منكم ونسلم لأولادنا. جزاكم الله. الله خير. جزاكم الله خير. الشيخ عمر بن محمد بن عمر البطاشي. جزاكم الله خير. مشكور. لا شكر لواجب. لا شكر لواجب. تعبناك لا تقول لا هذا ما يعجبني تقول هذا الكلام. هذا تشريف. مشكور.